ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير والدنيا تمام وماشية كده. الفيديو ده هنتكلم فيه عن حاجتين بس. هنتكلم فيه اول حاجة عن الفرنش الفترة الجاية هنعمل فيه ايه، وهنتكلم عن كام حاجة ما تعملهمش الفترة الجاية. اول حاجة هنتكلم فيها عن الفرنش. طبعا امبارح وزير التربية والتعليم طلع وقال انه مش هناخد معانا كتاب المدرسة ولا هناخد معانا التاب في الامتحان، وكنا معتمدين على التاب وكتاب المدرسة بنسبة قليلة. كنا متفقين كده ان احنا هنجيب كتاب المدرسه في اخر اسبوع او اتنين ونشوف الكلمات المذكره من المؤنث ونعرف اماكنها فين في كتاب المدرسه والترجمه بتاعت كل كلمه، علشان دي اللي بتقف قدامنا عائق لما نيجي نحل فرنش. فهو الراجل قال مش هناخد كتاب المدرسه، مفيش اي مشكله عندنا. عايزك بس تعرف ان احنا خدنا مع بعض منهج اولى وتانيه وتالته، فعلى مدار المده اللي فاتت دي كلها اكيد اي شخص حتى لو ما كانش بيفتح اي كتاب وبس بيحضر الحصص بتاعتي، فاكيد الحصيله اللغويه بتاعت الكلمات في اول يوم مش زي النهارده، مستحيل. على الاقل لقط مثلا 30% من الكلمات بتاعت المنهج على الاقل، او يا عم 20% من الكلمات. طيب الكتاب المدرسه ده هنعوضه بايه الفتره الجايه؟ احنا لسه قدامنا بس الوحده الرابعه هنخلصها في اقل من حصتين ان شاء الله، او خليها 3 حصص عشان بنحل على كل درس. الوحده الرابعه ابرز حاجه فيها اللي هي لي مويان دو ترانسبور، اللي هي وسائل المواصلات، وبرونوم بيرسونيل اجريك وضمير المفعول اجريك. دول بس اللي فاضلين في الوحده الرابعه وسهلين، مش هياخدوا معانا وقت كتير يعني. طيب بعد ما نخلص المنهج هنعمل ايه؟ هعمل لك ملزمه كمان فيها ملخص لاهم الحاجات في منهج اولى وتانيه وتالته، وكل جزئيه مشروحه تاني بالتفصيل، وهنحل على كل جزئيه مع بعض. انا هعمل لك مراجعه الاول. هنخلص المراجعة دي مثلا في حوالي أسبوعين خلاص، أو 3 أسابيع يعني براحتنا، معانا وقت. بعد ما نخلص المراجعة هنجيب كتاب ميرسي بوكلت، تمام؟ فلما نجيب كتاب ميرسي بوكلت في امتحانات بس، فهنحل مثلا مع بعض في الحصة 3 امتحانات، وتروح البيت أديك امتحانين واجب. يبقى أنا في الحصة بشتغل معاك وبحل معاك، وما بحلش إيه؟ ما بحلش الأولى تبقى إيه؟ التانية بي، التالتة سي، ما بنحلش كده. أنت شفت بنحل بالتفصيل وبالشرح. فلما انا اعمل معاك كل ده اراجع معاك مره والكلمات تعدي عليك تاني، ونروح على بوكلت ميرسي نحل منه امتحانات ونحل قطع والكلمه الصعبه نطلعها، ومواقف والكلمه الصعبه نطلعها، يبقى الكلمات بدات تشتغل معاك تاني من اول وجديد، وبدات تحفظ. لو كان مثلا عندك 20% من الكلمات، فبعد ما نخلص مثلا ميرسي هيبقى عندك حصيله ترتفع شويه، تبقى مثلا من 20 توصل مثلا 50 و60، وده اللي احنا محتاجينه. ونركز شويه على الكلمات اللي بتيجي في الامتحانات المذكر من المؤنث. طيب هل هنكتفي بده؟ لا. بعد ما نخلص ان شاء الله كتاب ميرسي مش هتبقى محتاج اي حاجه انا متاكد، بس برضه هنيجي قبل الامتحان كده بيومين، اللي هما اليومين اللي بين الامتحانات، هنقعد كل يوم مع بعض 5 ساعات. مثلا اليوم اللي قبل الامتحان بيومين 5 ساعات، قبل الامتحان بيوم واحد 5 ساعات، ونعمل ملزمه صغيره كده اللي هي ملزمه ليله الامتحان، نلم فيها الاجزاء المهمه جدا اللي بتيجي، وافهمك ورقه الامتحان هتبقى جايه عامله ازاي، فانت ما تطمنش. انت بس ذاكر اللي انا بديهولك وتروح تحل واجبك، وبعد ما تحل واجبك حاول لو معاك كتاب في البيت قديم، ميرسي او برافو او جينيال، اي كتاب لو كنت بتاخد عند مدرس وجيت لي، افتح الكتاب ده. خدنا مثلا البصري كومبوزيه مع بعض النهارده في الحصه، تروح تفتح الكتاب، طب ما اجيب درس البصري كومبوزيه، طب ما احل عليه، طب ما اروح مقر المسيو اللي بياخد فلوس على الكلام ده عشان يعليني ويعلي مستواي. ده الطبيعي، طالب ثانويه عامه لازم يعمل كده. في حاجات بقى انا بشوفها انت كطالب ثانويه عامه لو قاصد توقع نفسك مش هتعملها. ابرز حاجه مثلا حصلت، خدنا الدرس اللي فات اللي هو البصري كومبوزيه، قلت لك درس تقيل وصعب ولازم تذاكره كويس في البيت وبعد كده تحل عليه. اللي كان غايب ما ذاكرش، اللي كان حاضر نص الناس واكتر من نص الناس ما عملتش الواجب. وفي حاجه غريبه كده انا بشوفها، يعني مثلا تقول لي واحد انا مدي مثلا 20 صفحه واجب، خلاص هنفترض ان هم 20، اجي اقول لواحد هو انت ما عملتش الواجب ليه؟ يقول لي ما انت مديني 20 صفحه واجب. طيب من ال 20 عملت كام صفحه؟ ما عملتش ولا صفحه. طب يا ابني هو انت بتعاقبني ولا بتعاقب نفسك؟ الفكره نفسها غلط، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه حافظينها اسمها ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني لو بقول لك مثلا خد ال 10 كتب دول انقلهم من هنا لهنا، ومش قادر تشيل ال 10 خد 5 بس انقلهم. انما مثلا حبيبي انت ما بتذاكرش فرنش ليه؟ انا فاضي، ما انا عندي فيزياء وكيمياء واحياء ورياضه، هذاكر فرنش. طب انت بتذاكر اصلا المواد دي؟ لا ما بذاكرهاش. طب ما تذاكر فرنش عشان ما تسقطش فيه. لا ما انا مش هذاكر بقى اي حاجه وهروح اسقط. انت لو قصد تسقط نفسك مش هتقول كده. فتاخد بالك
تذاكر ورانا الشرح اه مهم وجزء مهم جدا في عملية التحصيل، لكن شغلك على نفسك وتروح تذاكر وتحل وتطبق هو الأهم عشان تعرف تبقى كويس وتشوف الأسئلة بتيجي ازاي. طيب في حاجات بقى كده كمان بتحصل مش عايزك تعملها، ممنوع مكالمات طويلة في التليفون، الساعة والساعة ونص اللي بتقعدي ترغي فيهم وتنمي فيهم بلاش، اقعدي ذاكر أحسن. أصل يعني إيه هتستفيدي إيه لما اللي قدامك مثلا تقول لك أصل إحنا رحنا عند خالته وخالته جت عندنا ورحنا اتعزمنا وابن خالته بيعمل وخالته عملت وماما قالت وعملنا ورحنا، إيه الفايدة من الهري ده كله؟ بتهري وبتشغل مخك بحاجات ملهاش أي لازمة. وفر وقتك، المكالمة بحد أقصى 5 دقايق، عامل إيه؟ تمام، اقفل، خلص الموضوع. تاني حاجة، ممنوع تسأل حد عن مستواه، وانت لو حد سألك انت ذاكرت ايه او عملت ايه ما تقولوش. اصل اللي بيسأل ده حاجة من اتنين، يا اما هو طالب فاشل فما ذاكرش فعايز يطمن ان انت كمان ما ذاكرتش، فانتوا الاتنين تبقوا فاشلين مع بعض فيطمن نفسه فما يذاكرش فمش هيستفيد حاجة، او هو طالب بيسأل انت ذاكرت قد ايه فهو بيحقد فعايز يشوف انت ذاكرت قد ايه عشان يذاكر اكتر منك، وفي كلا الحالتين انت مش مستفيد لو قلت له انا ذاكرت او ما ذاكرتش، او هو مش هيستفيد لو عرف انت ذاكرت ولا ما ذاكرتش. خلاص. طيب في ايه تاني؟ الناس بقى اللي بتتقمص دي انا شفتها النهارده في حصه النهارده. هو اللي بيتقمص ده انت بتتقمص على ايه؟ انت جاي لي باشا قاعد قدامي كده، عملت الواجب؟ لا ما عملتوش. ذاكرت الحصه اللي فاتت؟ لا ما ذاكرتهاش. عملت اي حاجه اصلا؟ لا ما عملتهاش. عايز نعمل ايه بقى؟ اطبطب عليك؟ طب معلش المره الجايه نذاكر. مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها كده في ثانويه عامه. في ثانويه عامه احنا بنطحن، يبقى تتظبط وتشتغل بما يرضي الله وما ترهقش نفسك في اي حاجه. امنع بقى، امنع الخروجات، بلاش اخرج. انا دلوقتي لو خرجت النهارده هقعد بره في الخروجه كام؟ 3 4 ساعات. ممكن ما اخرج ارفع نفسي نص ساعه وارجع، ساعه وارجع، انما ما اقعدش 5 ساعات بره واللي كانوا خارجين عارفين. مفيش حاجه اسمها كده. ما ترهقش نفسك بحاجات ملهاش لازمه عشان انت بتتعب من غير ما تحس. ما افضلش مثلا سهران طول الليل وانا عندي حصه تاني يوم الساعه 2 الظهر فما اقدرش اقوم، طبيعي مش هعرف اقوم. دي اسمها انا برهق نفسي في حاجات ملهاش لازمه. لو سهران بتذاكر ماشي، انما انت ما بتذاكرش. خلاص. فما تقلقش وان شاء الله الدنيا هتتظبط. انا بتكلم على الفرنش، المواد التانيه ما تقعدش تصيح، ذاكر على قد ما تقدر، على قد ما تقدر ربنا هيكرمك لو انت بتذاكر ويديك على قد تعبك، انما لو قاعد بتصيح والكلام ده كله ابقى قابلني. خلاص، يلا مع السلامة.